الليلة دي موضوعنا النقود، الفلوس، النقود والعملات في تاريخ، قصتها بقى في تاريخ مصر الحديث، وهي قصة يعني طويلة، فعلا طويلة أكتر من قرنين، لكنها وصعبة جدا، رحلة صعبة جدا. يعني مصر قعدت تكافح وتقاوم على مدى يمكن قرن تقريبا أو أكتر من قرن شوية عشان يبقى عندها عملة. يعني من أحد شروط الدولة، وجود أي دولة، الوجود القانوني للدولة، إنها يبقى عندها عملة، يبقى عندها عملة، عندها فلوس بتاعتها. ده كفاح طويل. خلينا نبدأ من البوابة اللي هنخش منها للرحلة التاريخية الطويلة دي، وفيها أجزاء على فكرة رغم الصعوبة فيها محطات فيها قدر من الطرافة كبير الحقيقة. وأنا هنا بتكلم على العملة من الناحية الرسمية، أما من الناحية الاجتماعية فموضوع آخر. والحكاية دي كلها والسياسات المالية، يعني ايه سياسات مالية؟ هو في حاجة اسمها سياسة مالية وفي حاجة تانية اسمها سياسة اقتصادية. وهنعرف ده مع ضيفنا اللي هقوله في آخر هذه المقدمة، هقول لكم على اسمه، واسمه مفاجأة فعلا. المدخل، البوابة، هي قرار رئاسي من رئيس الجمهورية بتأسيس وإنشاء حاجة اسمها المجلس القومي للمدفوعات. من غير بقى ما نخش في تفاصيله كتير، هو القرار قدام حضراتكم على الشاشة. هو زي ما اسمه بيقول، المجلس القومي للمدفوعات، معني بوسائل الدفع ونظم الدفع بقى بالفيزا، بالكروت يعني الائتمانية وبغيره. يعني حكاية طويلة ما هيش موضوعنا، لكنها مدخل لموضوعنا